عندي شوية مسقعة بالخل والثوم. عايز اعمل حبة مسقعة تقلب الاستوديو، حبة زيت هوايا هوايين كده، ده لاين. لا هنخليها ايه، 1 باي 1. هنشوف مقادير المسقعه دلوقتي. حاضر، بتنجان شرايح مقلي، بلاش الجزر المبشور، انا قلت لها بلاش، قالت لا لازم تحطه، مش هحطه. ماشي زي ما انت عايزه، حاضر انا حقك عليا. كوسه، بطاطس، فلفل رومي، كرات وكرفس، عصير ليمون، بصل وتوم وفلفل، سوري، وبهارات، كمون، خل وكمون. انا بحب الحاجات الحرشه دي يا جماعه، والله بعشقها عش. دي البصلية، بعشقها عش. طيب كده هنا زعتر، بهارات، كمون، فلفل حار. وضحكوا عليا، لا جابوا كرفس ولا جابوا كرات. ادي طماطم، انا مش عايز صلصة كتيرة وتقيلة، عايز صلصة خفيفة. عايز صلصة خفيفة اهي كده، اديها شوية كده اهي، مش كتير. خد بالك انت معايا يا سي محمد. الله الله، فلفل وملح اهو. شوف لي بقى هعمل ايه تاني. خلصت من دي، اجي هنا، ادي شوية زيت، ادي شوية ثوم، ثوم وزيت. الله، وادي الكزبرة الناشفة، كأني بعمل ملوخية، بس الملوخية بتاخدش خل. الطشه بتاعتي دي جميله اهي، واو 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 واو. بص بقى، شم الريحه دي اهي، اوعى اوعى اوعى. تغلي ونيجي بقى هنا كده نسقسق. مش لازم كل حاجة لحمة، لا دي عندي احسن من 60 لحمة. وادي حبة الخل والثوم، يا صلاة النبي. واخش بقى الفرن، خلينا هنا احسن.
اذكر له.